للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الامين العام المساعد لتيار اهل السنه في لبنان ربيع حداد. اهلا بكم سيد ربيع الى استوديو الرافدين لليوم الثاني على التوالي. التوترات في علايا، كيف ترى هذه الازمه ومسبباتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ان احداث اليومين الاخيرين يعني احداث اليمه ومؤسفه، وتم فيها يعني تبادل اطلاق النار وسفك دماء. والحقيقة الذي أدى إلى هذا أو إلى هذه الحالة من الاحتقان في الشارع اللبناني هو الخطاب الاستعلائي والطائفي والعنصري الذي يعني تميز به وزير الخارجية جبران باسيل، والذي يعني رأينا أثاره بشكل مباشر بالأمس عندما أعلن عن زيارة ينوي القيام بها إلى المنطقة، فتدفق الناس إلى الشارع احتجاجا واعتراضا على هذه الزيارة. وكان هو طبعا المنوي زيارته هو الوزير صالح غريب المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني التابع لطلال أرسلان. فالوجود في الشارع، طبعا الاعتصام اللي حصل في الشارع والاحتجاجات كان أغلبها من الدروز التابعين للحزب التقدم الاشتراكي الذي يرأسه وليد جملاط. طبعا اعترضوا موكب الوزير، فما كان من مرافقيه إلا أن نزلوا من السيارات وفتحوا النار على الناس. والشعب في لبنان الحقيقة يعني شعب مسلح، فما كان من الناس إلا أن بادلوهم إطلاق النار، فأردي يعني اثنين من مرافقي الوزير الغريب، وتفاقمت الأمور بشكل سريع وانتشرت إلى أكثر من قرية في الجبل. والحقيقة الذي يتحمل مسؤولية هذه الأحداث بشكل مباشر هو الوزير باسيل، الذي في الآونة الأخيرة الحقيقة يعني أصبح يتصرف وكأنه رئيس جمهورية أحيانا وكأنه رئيس. سيد ربيع، لكن هذا الكلام يأخذنا إلى حد ما بعيدا عما تصرح به وسائل الإعلام، وأيضا كما صرح به النائب طلال أرسلان حيث قال بأن ما يجري هو ربما فتنة مخطط لها مسبقا. أين الفتنة إذن في هذه الحادثة كما تذكرها سيد ربيع؟ الفتنة طبعا الفتنة يعني نائمة لعن الله من أيقظها. الفتنة تنطلق من الخطاب الطائفي العنصري للوزير باسيل، وليس فقط الوزير باسيل وإنما عدة يعني مسؤولين في تياره الفترة الأخيرة، وهذه طبعا تأتي على كذلك خلفية أحداث بلدية الحدث اللي يعني ظهرت بشكل قوي، وهي في الواقع فضيحة وليست يعني حادثة، عندما حاولت امرأة مسلمة أن تستأجر بيت فقيل لها لا يمكن تأجير البيت لمسلمين وهذا قرار من البلدية، وعندما رجعت البلدية أكدوا لها هذا الكلام. ثم خرج رئيس البلدية المنتمي إلى نفس التيار الذي ينتمي إليه جبران باسيل، وبدل أن يعتذر يعني وقف بكل وقاحة وبكل صفاقة يدافع عن موقفه ويقول يعني لابد من حماية الوجود المسيحي ونحن ضد التغير الديمغرافي وما شابه ذلك. نعم. طبعا هذا المنطق مرفوض تماما، وهذا المنطق يعيد إلى الأذهان طبعا أشباح الحرب الأهلية التي عانى منها لبنان طيلة 15 عاما والتي انتهت بميثاق الطائف. نعم سيد حداد، هل برأيك هناك من ينتظر هكذا حادثة في منطقة الجبل أو في لبنان عموما؟ والله لا شك أن هناك يعني أطراف ممكن أن تستفيد، لكن الحقيقة اللاعب الأقوى في لبنان هذه الأيام هو حزب إيران الذي يعني يعرف باسم حزب الله، وهو يقينا ليس له أي مصلحة في انفلات الأمر في لبنان لا أمنيا ولا سياسيا. فأنا أتوقع أن يعني يضغط بجميع الوسائل الممكنة للملمة ذيول هذه مآلات هذا الأمر. سيد حداد، إلى أين ممكن أن تصل؟ هل هناك تخوف من حرب أهلية جديدة في لبنان؟
يعني ما في شك أن أحداث الأمس أعادت يعني مرارة الحرب الأهلية وأعادت أشباحها إلى أذهان الكثير من الناس، سيما الذين يعني عاشوا وعايشوا تلك الحقبة. جيل الشباب قد لا يذكر يعني تلك الحقبة جيدا، لكن الذي حصل حقيقة بالأمس يعني الطرف المقتول كان درزي والطرف القاتل كان درزي، لكن الذي يعني أشعل الشرارة وفجر الصاعق كان الطرف المسيحي اللي هو جبران باسيل. يعني أنا عبر أكثر من وسيلة طالبت باستقالة الوزير وبمحاسبته، وأنا أخشى إذا ما تم يعني وضع حد للرعونة السياسية والرعونة الطائفية التي يعني تبرز في خطاباته سيجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه. نعم. مع وجود العقلاء ومع وجود يعني ضغط حزب إيران، لكن الاحتقان في الشارع قد يعني يتجاوز إمكانية يعني ضبطه. شكرا لك سيد ربيع حداد الأمين العام المساعد لتيار أهل السنة في لبنان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.